ثلاثة أربعة خمسة ستة. إله إلا الله. ذكرتك وانا مالي على الضيق وسعة بال. يغدر ربعك ما تدري له طلع لك. يذاك اللي ورا يذاك فول. الله يلعن ام جوه. حمس حمس اللي بيسعد لي ما يشتغل. شوف ارحب. لا شك أن وجود مثل هؤلاء هو كابوس مرعب، وخاصة هناك أطفال. وفي الحقيقة هذه الظاهرة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة كانحرافات سلوكية.
Air off, silver delivery, punching through from between horses and speeding up on the inside at Civic Duty. Away third was Big Sky Angelina with Red, White, and Blue Stone. They head around the turn. Oh, we have an accident on the track. We have an accident on the track. Drivers down, the car has crashed into the horses. Please hold all tickets. We have loose horses on the track. Please hold all tickets. And please stand by. Please stand by. We have loose horses on the track. Please stand by. ضيع السناد واخر لك زيت واخر اخر اقدم بجيبك يا ولد واخر اقول لك واخر اخر واخر يا حلي ريح ريح الكسس ريح ريح اقعد 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 وراك اقعد 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 حطب أول أنا كل ما أمسكت ذا الخط أول شي صباح الخير كيف أنتم؟ السلام عليكم أول شيء قبلها كلها السلام عليكم فأقول إني كل ما مسكت هذا الخط أتذكر الحادث اللي صار قدامي لايف قدامي راعي ماركيز ماخذ اليوتيرن وظن إنه يهوجس يدخل بالخط كبش يهرض علينا وما جت إلا أنا ما شفت يا شباب أنا ما شفت بس الموضوع كان يعني جدا مضحك يعني في حوادث مضحك يعني في حوادث مأساوية هذا الواحد يحزن ويسكت كذا خلاص يعني يقفل وفي حوادث ياخذ ضحك يعني الموضوع ذا كان مضحك الزبدة قام وعرض راعي المركيز ويجيه مشوت راعي الصني ويحضر في الرفرف حق الفورد الفورد ما جاء شيء كذا واقف الصين وتقلب مسكين وحالته حاله والله نوقف نجي كذا فازعين نجري ونفتح الباب السيارة صارت كذا على جنبها يعني الباب اللي ينفتح وباب الراكب ذا الله لا يقيس على فورد بشر الزبدة نفزع ونفتح الباب له أول ما افتح الباب كذا كذا يا أخي صراحة رهيب تخيل ذا راس الرجال كذا اول ما افتح الباب قال ايش فيه ايش فيه وجهه غبار وكان لابس نظارات نظارات غبار وكل شيء غبار طيب اطلع بعدين وش فيه اطلع الحين خلنا الحمد لله انهم سلموا من الاصابات وسلموا من ذي راعي الصني كان مسرع وراعي الماركيز عاد ما يحتاج وخذوا العظة من هذه القصة لا حرش راعي فورد ترى هناك هناك وش فيه